محطات تعبئة الوقود الأهلية في البصرة أغلقت أبوابها ليعلن أصحابها الإضراب المفتوح بسبب تخفيض حصتهم المقررة من البنزين وزيت الغاز وفرض غرامات مالية على المخالفين منهم، ما تسبب بأزمة وقود حادة في المحافظة. أكو بنزين بس هي شنو؟ المحطات ما تقبل تفتح البنزين تنطي للناس. السبب انه اكو جاي الحكومه نفسها جاي تفرض عليهم غرامات وما جاي تزيدهم بالحصه مالت البنزين ولا بالغاز، فهذا الشيء جاي يسبب ازمه للشارع يعني، والمتضرر الوحيد من هاي السالفه كلها هو المواطن. يعني اكثر من هذا اللي يصير بالبصره بعد حاربونا بالمنتوج، هذا اخر شيء نصوره انه البصره يصير بيها هيك ازدحام بالبنزين وازدحام بالغاز، والغاز غالي. بس احنا نقول خلي يباوعون المسؤولين، خلي يباوعون وخلي يشوفون وخلي يديرون بالهم على بالبصره، ترى بالبصره اذا اثار ما يسكت. مواطنون حملوا اصحاب المحطات ما يحدث معتبرين ان الازمه مفتعله وان المتضرر الوحيد هو المواطن البصري وخاصه اصحاب مركبات الاجره، بينما يرى البعض ان جميع الازمات هي ناتجه عن خلافات ومناكفات سياسيه. سجتنا ازمه البنزين، يعني ازمه البنزين يا اللي تسالي يقول لك والله شنو قللوا حصه البصره، ليش البصره بالذات يقللون حصتها وشنو السبب؟ وما حد جاي يعطيك نشده ليش يقللون حصه البصره من البنزين، والبنزين والنفط والدنيا كلها ببطن البصره، هاي المناكفات السياسيه اللي جاي تصير كلها تطيح براس المواطن العراقي. نجي للبنزين خانه مال الجزائر، القاهم يمشون بس المحسن على العالم، يعني يردون يمشون المحسن بروس العالم بسعر اغلى، وين الدوله؟ ليش هذا سوق سوداء هذا لو شنو؟ غير نفتهم شنو من الدوله؟ الدوله وينها؟ الناس عندها دوام، ناس عندها مرضى، هذا عنده مريض انا جبته من المستشفى. وتشترك البصره مع محافظات ذي قاره وميسان والمثنى في ازمه الوقود التي قد تستمر لفتره طويله اذا ما توصلت الجهات المعنيه لحلول سريعه. في البصره ازمه تلاحقها ازمه وسط غياب الحلول الحكوميه، والمتضرر الوحيد هو المواطن. أثير العبادي، وان نيوز، مدينه البصره.